الثالث من أركان الإيمان. كإيمان ما أزناته سوستنيو. الإيمان بجميع الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. كسماي بتوردو بهلم متصحفوش لنامنو بملك تنيوش لي بتوردو متصحفوش. نؤمن بأن الكتب هذه كلام الله. نزيم متصحفوش باتك على يا الله سبحانه وتعالى نجيجروش مهناتشون نامنا. وأنها منزلة غير مخلوقة. يتوردو كالله يتوردو ناتشو فطر عيدلو بلنامنا. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. الله سبحانه وتعالى كهول ملك تنيوش قارا متصحفنا أردو. نؤمن بجميع الكتب. بهول متصحفوش نامنا لنا. وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائها. عندهم الله سبحانه وتعالى نجرن نسموه تشون هول نامن باتشوا. القرآن. القرآن. التوراة. توراة. الإنجيل. الإنجيل. الزبور. الزبور. صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى الله سبحانه وتعالى يا الله سلام الناس سلام بالناس سليم. نؤمن بما فيها من أخبار. بنرسوس بالو مرجوج خبرو كلو نامنا. نؤمن بما فيها من أحكام. بيالله تشون بوستو يالو أحكامو تشون كلو نامنا. نؤمن بجميع هذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها. نزيل كلو متصحفو تشون نامنا باتشوا على اللب نجرجن النرسوس من على اللبلن. قبتن أن الملكة نطالع فقط ما ورد في الكتاب والسنة والله أعلم من الملكة وقرآننا حديث لي يمتوثن بالشانو إلى الله أعلم.